هذا المدخل هو من الشوارع الرئيسية لدخول المركبات من شمال البصرة وخاصة من جهة السريع، إضافة إلى أنه ممر لمركبات الثروة الإنشائية في قضاء الزبير وذمور معظم مشاريع المحافظة. وطبعا هو بطول 14 كيلومتر، وهو من ضمن الخطة لتأهيل كافة مداخل قضاء الزبير. 4 مداخل أهلت، ولدينا مدخلين إن شاء الله في الخطط القادمة إن شاء الله سوف تؤهل، ويعتمد على الموازنات. وصلت نسبة إنجازة 83%، وطبعا شملت هذا الشارع توسيع الشارع بما يليق بهذا المدخل، إضافة للنارة والتشجير والإشارات والعلامات المرورية الدالة. وبالتالي فإن خطتنا مستمرة في تنظيم وتهيئة كافة شوارع قضاء الزبير ضمن خطة عمل خلال الخطة الخمسية. هذا المشروع طبعا من ضمن مشاريع تنمية الإقاليم التي تشرف عليه ديوان المحافظة. طول الطريق 14 كيلومتر ذهابا وإيابا. هذا الطريق من ضمن مناقصة 30 بلديات لعام 2019 المحال بعهدة شركة ماء السماء الدولية. يعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع قضاء الزبير. الشركة عندها توقف 97%، 3% أعمال حالية اللي هي شن تسليك الشبكة الأرضية الكهربائية لعمدة الإنارة الأحادية في مقتربات الجسر. عدم توفر القير السيالي أو عدم تجهيز بالأحرى القير السيالي من مصفى ذيقار. كل التوقفات معتمدة على تجهيز القير السيالي. احنا اذا جهز عندنا القير السيالي تقريبا كل شيء راح يكمل. السايد اللي ذاهب الى الزبير انتهت الاعمال بصوره كامله بالنسبه للطبقات السطحيه بالمواد المعالجه، ماده البوليمر المعالجه والمواد الاسمنتيه والفرن المضافه. معمل اسمنت خاص بكم؟ نعم، معمل نعم ماده البوليمر موجوده، منشاها منشا الماني ومصوره وكامله، موجوده شهاده المنشا اللي خاصه بماده البوليمر، استخدمت في ذاك السايد وهذا السايد نفس الشيء. يعني الاحمال اللي جاي تتعدى على او تعبر على هذا الشارع هي احمال غير منطقيه، تتجاوز ال 125 طن. سيارات تعرف بدرجات حرارة عالية، التبليط إلى حدود قصوى يعني للتحمل، وعلى هيك أحمال ما أعتقد راح يقدر يقاوم لمدة سنتين أو ثلاثة التبليط، فلازم تنصب موازين جسرية للتقليل من الأحمال والديمومة الشارع يعني.